مستعدين اليوم تشوفوا جانب من الكون اللي احنا عايشين فيه، جانب راح نحس فيه بقدرة وقوة الطبيعة الخارقة فيه، وهي موجودة حتى تخلينا نشوف عظمة الخالق. ما مدى قوته؟ تقاسيم الصخور مش طبيعية. لا يخليك هيك ترجف. وتعلمنا درس كبير بالحياة، انه الطبيعة is terrifying crazy، لازم تحترم. دواء صيني هذا. أي كوفي؟ شو دواء صيني هذا؟ بس هون درجة الحرارة صفر صفر، هيك يعني هم في جبيني هو مكتوبة صفر. أوكي إخوان، يسعد صباحكم. امبارح غادرنا شنهاي واليوم انطلقنا على وسط الصين، تعتبر الوسط أعتقد، لأنه إحنا رايحين على منطقة معينة تصور فيها فيلم افاتار. تخيلوا احنا في هاي المنطقة وانا اخذت فندق ولقيت الفيو هذا قدامي، يعني صدمت. ما قرأت التفاصيل ولا شفت الصور، كان عليه جود ريفيو. رح نقعد هون 3 ايام، جدا جدا مختلفة عن شنهاي، جدا مختلفة عن المدن الكبيرة. هون تسمع صوت النهر بين طبيعة والجبال عشان الواحد يعني يقدر يركز. فجينا هون لقيت حالي لحالي في الفندق هذا، فبدنا نوزع الايام هاي الثلاث، كل يوم نروح نشوف شغله ونرجع، لان هي ناشونال بارك، في بوابه بتدفع دخوليه، بتدخل بتشوف شغله وبترجع. هسه بتقدر تنام جوا، ولكن بدك تلاقي فندق يعني، ولازم تلاقي حدا يحكي انجليزي لانه مش كثير ناس بيحكوا انجليزي هون. فمثلا هذا الفندق اللي انا فيه فقط 5 دقائق مشي من البوابه، فبروح بدخل جوا بخلص اموري وبرجع. بس بدك يعني تتسلق حوالي 3 ساعات، في باصات جوا كمان بتنقلك بين الجبال، لانه في جبال كثير عالية لازم تطلع فوق. في كمان اذا ما بدك تضيع وقت تطلع بالكيبل كار. هاي معلومات دسمة هيك اول ما بدأت الفيديو. اوكي خلينا ننطلق اليوم على اول نقطة. طبعا عشان هالجبال، كل هالجبال احنا عايشين بجبل. طبعا هاي الغرفة اللي احنا قاعدين فيها الليلة، وانا رتبتها عشان اعرف اصور. هذا المي من الجبل، من الجبل نفسه. طيب خلينا نطلع، احنا متأخرين على فكرة اليوم. طلعوا هاي. هاي. طلعوا الصغيرة اللي حطيته. تاخذوها من منطقة هون. Alright, see you guys. يلا كويس اني ما فيش حدا بيحكي انجليزي. كويس. What's that? I just drive you to the entrance. Oh, nice. Thank you. So the entrance is 5 minutes from here? Walking around. هاي البوابة. Entrance. There's a restaurant, food here. How do people eat here? Ticket? حصلت على التيكت. بصراحة أول مرة بحب تيكت بالطريقة هاي. طلع كيف شكل التيكت؟ عن جد بدها 4 ايام، هذا التيكت مدته 4 ايام كاملة. عشان هاي مفتاح الغرفة. هسا انا سمعت انه هاي بتحتاج انه واحد يساعدك هون، جايد يعني. صاحب الاوتيل قال لي روح لحالك يا زلمة تقدر. طلع ما شاء الله التعليمات كلها بالعربي، فيش بالانجليزي بالمرة. خلص بتحكي احنا هون، فلازم نمشي هسا حتى نوصل المنطقة هاي، ناخذ كمان باص بعدين نوصل هون. هاي المنطقة راح نستكشفها اليوم. هون الافاتار ماونتين راح نشوفه بكرة، وهون اخطر جسر في العالم. والله اخضر حقيقي. طبعا انت ماشي على جنب النهر طول الطريق، وانت جنب النهر وطول الطريق وانت بتشوف هاي الجبال بتاعت الافاتار اللي راح نطلع عليها بكرة. بكرة ان شاء الله لازم نطلع من الصبح، هنطلع بالكيبل كار وننطلق فوق. مش تقدم الفيديو، خليك لانه راح افرجيكم شغلة رهيبة يا اخوان. جد تحس اني بتنفس الحياة، مش النفس العادي اللي برا، من الشجر من الطبيعة. يعني هاي مصنفة من اليونسكو كغابة عجيبة، الصخور اللي فيها عجيبة، النفس هون حقيقي حقيقي.
نروحنا صار دخل من البرد. بكرة موعدنا مع الأفاتار، نشوفكم بكرة الصبح. اليوم الثاني والشمس طالعة يا أخوان، لا أصدق ذلك، كيف طلعت الشمس؟ لأنه بدون شمس تطلع ضباب، لما تطلع فوق هسه راح يكون الضباب مغطي المنطقة كامل ما تشوف شيء. Good morning. اوكي اليوم مشروعنا راح يكون مختلف، اليوم راح نطلع لفوق ونشوف المنطقة اللي تصور فيها فيلم افاتار يا اخوان، هي المنطقة اللي الكل بيجي عشانها، ولكن إذا بدك تطلع هيك هايكينج ممكن ياخذ معك 3-4 ساعات. سمع جد الصينيين مو طبيعيين، أنا ما بعرف كيف بنوا هذا الكيبل كار، أكثر من 20 دقيقة وأنت بالكيبل كار تخيل بين الصخور، بعدين بتكون ملزق بالصخرة، ما بعرفش كيف بنوه. I cannot believe I'm here actually. أنا طلعت فيزا الصين عشان هذا المكان. It's crazy. It's insane. ما فيش أجانب هون، كلهم صينيين، الصينيين نفسهم ضايعين، كيف لما يجي واحد أجنبي وعربي؟ أوه كوفي. Do you have coffee؟ نسكافيه؟ آه. ما زبطت معنا القهوة. قربنا نوصل. ولكن مليون واحد هون تقدرش تمشي طلع. It's unreal. طبعا هي المنطقة واسعة كثير مع انه في مليون سائح صيني، ولكن الحلو فيها انه كل ما تمشي بتلاقي مكان تقدر تصور فيه، بعدين تروح مكان ثاني بتلاقي كل نقطة مختلفة عن الثانية. واو This is crazy. واو شفت شغلات عجيبة في الطبيعة، بس هيك طبيعة، تقاسيم الصخور مش طبيعية. هاي مش لازم تصنف فقط يونسكو هيريتج، يعني منطقة تراثية، هاي لازم تكون رقم واحد، لازم يحطوا لها قائمة ثانية، هاي مش طبيعية، لازم يحطوها في قائمة ثانية غير يونسكو، هاي يكون لها هيك قائمة لحالها. واو هسه الخبرية اللي راح احكي لكم اياها. الشيء المميز اليوم انه راح انام انا في البارك نفسه، هو لازم واحد يطلع بالليل، ولكن اذا بتلاقي مكان تنام فيه بيخلوك تنام. انا حاجز مش فندق، ما في فنادق بالداخل، زي هوم ستي، فيش عليه ولا ريفيو، يعني حجز لي اياه صاحب الفندق اللي كنت ساكن فيه برا، فاليوم راح ننام في البارك نفسه. شفتوا هاي الصخور اللي شفناها هسه؟ راح اكون نايم جنبها. انتوا شايفين هاي المنطقة لما تيجي عليها راح تحس حالك ضايع لانه ما في كثير معلومات عنها، ولكن جدا جدا سهلة. بتيجي هون ما بتحتاج حدا يساعدك، الاوتيل هم بيساعدوك، معك الخريطة بتندل كل اشي، ولازم تنزل ويتشات. هون ويتشات زي الواتساب، تقدر تضيف صاحب الاوتيل بدلك على كل اشي وما بتضيع. طب ليش احنا نمنا هون اليوم؟ ليش ما نمت برا بعدين الصبح صحيت وطلعت مرة ثانية ودخلت البارك؟ احنا جينا عشان غروب الشمس. بس بدنا لوكيشن احسن من هيك. اخذنا منطقة خرافية بقول لي هون عشان غروب الشمس. الباصات بتخلص على الخمسة، بدك تلاقي واحد زي هيك تدفع له وهو ياخذك مناطق، ترى هو مبسوط اكثر مني. راح تشوفوها هسه شيء مش طبيعي. اوكي شيء مش طبيعي. يا الهي انهينا اليوم بشكل مش طبيعي، ما بدك اشي من اليوم وخلص، انتهى يومي اصلا. انا كان لازم اجيت فقط هون صورت وانتهى الفيديو كامل، فقط اللقطة اللي صورناها قبل شوي. مش هنمنع الجبل امبارح، بس احنا نازلين لتحت.
إلهي، مش بحكي لكم الصينيين مش عاديين يا زلمة. واو، this is insane guys. بعشرة دولار تقدر تنزل نزلة هاي. يا حبيبي بلش تمطر علينا. داخل كيف الكار تدخل مي؟ يعني كيف؟ طب بالكيف غرقت هون المي؟ احنا وصلنا على كل حال الحمد لله. اوكي حاليا بنقدر نحكي لكم يسعد صباحكم. صارت مطر علينا الاجواء هسه حاليا، واحنا داخل كيبل كار نازلين لتحت للمدينه نفسها، يعني طالعين من البارك نفسها ومتوجهين على جبل، جبل بنفس المنطقه، ولكن هذا الجبل فيه شيء غريب ومميز جدا. China has added a special effect to a glass-bottomed walkway. Using sensors and other tricks, the glass floor appears to shatter as tourists walk on the bridge, which hangs close to 3,900 feet above sea level along a mountain cliff. وموجود على كل مكان في الإنترنت. شايفين هذا الارتفاع؟ شوفوا ما في كلمة عربية بتوصف يعني اللي راح نشوفه. It's terrifying. You need to understand. هذا المكان راح يخلي دقات قلبك تدق بسرعة. راح يخليك هيك ترجف. الجسر الزجاجي. من الخوف مش قادر. تخيلوا مش قادر أربط الشوز. اليوم الحاسم كل المناطق هاي جنب بعض. خلصنا من الأفاتار أريا بيومين ورحنا على البريدج كلاس، بس بصراحة مش مخيف وممل ومليان ناس. كانوا عاملين تجربة على القزاز هاد قبل هيك، ما مدى قوته؟ كيف بتحمل عدد هائل من الناس؟ مليون واحد. Well, the president has given me a hammer and said that even if I can get through all three layers of glass, I won't fall through. He's also said that I will be the toughest man in the world if I can get through this lot. فحاليا تحدي الأصعب والأقوى. أحلى شيء الموضوع أوراق الخريف، لما تنزل تحت على المدينة ما في شجر خريف، بس فقط فوق. لأن الأجواء كثير باردة فوق، بس راح نعبر من جسر. غير مخيف، ما في شيء مخيف لسه. لسه عادي، كل شيء عادي. كلاس بريدج، هاي عشان المطر. حاسس أنا حالي جاي بمهمة كونية، أنقذ العالم ولا. هاي من هون ببدأ. سكيري؟ هي. هذا ماشيين على الطرف. الغيوم مش طبيعية تحت. terrifying man. ايش تسوي؟